شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ محمد بر. الله الذي ترطف بعباده فتعبدهم بالنظافة وفض على قلوبهم تزكية بسرائرهم أنواره وألطافه، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والرضا عن صحابته أجمعين، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: فصل. فروض الغسل قصد يحتضر. وفي بعض النسخ: فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، وسيأتي توضيحه بإذن الله تعالى. فصل. فروض الغسل قصد يحتضر: فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتبعي الخفي مثل الركبتين، والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأداء، تسمية تثليت رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، بدء بأعلى ويمين خذهما، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب نكف. لما فرغ الناظم رحمه الله من الكلام عن فرائض الوضوء وسننه ونواقضه ومباحثه، شرع في بيان أحكام الطهارة الكبرى، وقدم الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى لأنها تتكرر كثيرا، لأن الطهارة الصغرى تتكرر كثيرا ويحتاج إليها المؤمن والمؤمنة في عبادته لله سبحانه وتعالى، فهي في نظر والله تعالى أعلم من تقديم التصور على التصديق كما يقول علماء المنطق. فإذا قيل للمغتسل مثلا: عليك أن تقدم الوضوء قبل أن تبدأ بالاغتسال، فهم معنى الوضوء وحقيقته وفرائضه وسننه وما يتعلق به، فإذا قدمها لهذه الغاية. والغسل عبادة شرعية شرع الله سبحانه وتعالى وأوجبها على الجنوب وعلى غيره ممن هو مأمور به كما سيأتي توضيحه بإذن الله تعالى. وعلماؤنا جزاهم الله خيرا من عادتهم ومن منهجهم أنهم يذكرون باب الغسل في كتاب الطهارة لأنه نوع من أنواعها، فهو طهارة من الحدث الأكبر. لما فرغ الناظم رحمه الله من بيان ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، ما يتعلق بالطهارة الصغرى، شرع في بيان أحكام الطهارة الكبرى وهي الغسل. فلو قال قائلون: إذا كان الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، فإن الأنسب أن يبدأ بالكبرى قبل الصغرى، لأن الصغرى قد تندرج تحت الكبرى. أقول باختصار وأجيب عن هذا الاعتراض من وجهين: من الوجه الأول أن الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى يقدمون الوضوء على الغسل مراعاة لترتيب القرآن، فإن الله عز وجل في آية المائدة بيّن حكم الوضوء أولا ثم أتبعه ببيان حكم الغسل. وما يتعلق بالوجه الثاني أن الوضوء يقع من المكلف أكثر من الغسل، فهو يتوضأ في اليوم أكثر من مرة
بخلاف الغسل الذي قد لا يقع في اليوم وقد لا يقع في الأسبوع إلا مرة، وربما قد لا يقع في الأسبوع. فكان الوضوء أعم من جهة البلوى فتشتد الحاجة إلى بيانه فيقدم مراعاة لذلك. والغسل له علاقة بالطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهارة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث. المرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. المرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة وعن الرذائل الممقوتة. المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله، وهي طهارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والغسل بالفتح مصدر غسل الثلاثي، فيدخل كل ما يتعلق بالغسل، لأن المصدر كاسمه مصدر لما اشتق منه من فعل اغتسل وما يجيء من ذلك. والغسل يطلق ويراد به أيضا المصدر، فهو لغة في الغسل بالفتح. ويطلق الغسل على الاغتسال نفسه، على فعل المغتسل، ولهذا غسل الجمعة واجب على كل مسلم، أي الاغتسال له. ويطلق أيضا الغسل بالضم ويقصد به الماء الذي يغتسل به. وضعت لرسول الله، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، غسله إناء فيه ماء، هذا على خلاف الوضوء. أما الغسل بالكسر فهو ما يستعين به المغتسل من مثل الصابون والسدر. هات الغسل بمعنى هات الصابون، هات الصابون ونحوه. والغسلين بالياء والنون دل على الغسالة. قال تعالى: ولا طعام إلا من غسلين. والاغتسال له أسرار وأحكام كثيرة، يصعب أن نحصر ذلك في هذه العجالة، ونحن الآن ندرس الفقه ولا ندرس أصول التربية ولا ندرس مقاصد الشريعة من ذلك، ولكن لا بد أن نجمع ما بين التربية وأن نجمع بين الأحكام. من ذلك كما قال أهل العلم أن الإنسان كلما ارتبط باللذة والشهوات وفي قمتها يعني شهوات النساء، كلما ارتبط بهذه الشهوات وبهذه اللذات التي تسمى في عصرنا بشهوة الجنس، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى في قمة شهوة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولهذا عندما يتلبس الإنسان بهذه الشهوة الكبرى كأنه يفقد خاصية من خصائص القرب، نعم يفقد خاصية من خصائص القرب بين يدي الله تعالى، ولهذا يقف وقفة متأمنا مع نفسه ويعيد غسل جسده تنظفا ولو من نجس حكما، وذلك ليتأهل للوقوف بين يدي الله عز وجل. ولهذا في الحديث: تحت كل شعرة جنابة، ولما كانت اللذات تستغرق الجسم كله أمرتنا الشريعة بغسل جميع الجسد، وبقدر ما يكون الإنسان قريبا من الأرض ومن الشهوات واللذات بقدر ما يكون بعيدا عن صلاحيته لذكر الله عز وجل ولدخول الحضرة الإلهية والوقوف بين يدي الله عز وجل طاهرا من حيث الظاهر والباطن،
بمعنى بقدر ما يتخفف من ذلك، بقدر ما يرتقي روحيا ومعرفيا إلى مقام الذكر. فأحكام الشريعة معللة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن غريب الموافقة مما ذكره علماؤنا رضي الله عنهم أن فرائض الوضوء سبع، وأن الجوارح سبع، من اليدين والرجلين والعينين واللسان والبطن والفرج وهكذا. فهذه الجوارح السبع ينبغي كما قال العلماء لطالب الدخول لحضرة الله عز وجل أن يطهرها وأن يعتني بها، كما قيل تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. والحاصل أن حقيقة الغسل أو الغسل عند أهل الله الانسلاخ عما سوى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يبقى للمتطهر في الوجود إلا من أوجده. وقبل هذا الاغتسال يكون العبد جنوبا، يكون متباعدا عن الله، يكون بعيدا عن الله عز وجل، ولا يتقرب إلى الله إلا بهذا الاغتسال الذي هو التخلي. والجلوس مع الحق تجلي، أنا جليس من ذكرني. إذن الاغتسال تخلي، والجلوس مع الله تجلي. في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. إذن لابد أن نلاحظ هذا المعنى. فكان التطهير الحقيقي أن يفنى العبد عن نفسه وعن أبناء جنسه، الفناء أن يبقى هو بلاه. ولا يقول قائل بأننا نروج لوحدة الوجود الفلسفية، فإن وجود الله سبحانه وتعالى ذاتي كما قال علماؤنا، أي لا تأثير لغيره به، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء. أما وجود الموجودات فهو حاصل من إيجاد الله سبحانه وتعالى لها، ووجود الموجودات مستمر بإمداد الله عز وجل لها بالوجود، ولو انقطع الإمداد لعادت عدما، لصارت عدما. وعرف من نظر إلى الممد، إلى الموجد سبحانه وتعالى، رآه هو الموجود حقيقة. ومن لاحظ الإمداد رأى الأشياء عدما لولاه سبحانه وتعالى. قد بينت هذا في شرحي على الحكم العطائية. فوجودها ليس ذاتيا كوجود الله عز وجل، ولهذا قالوا الوجود الحقيقي واحد. في الحقيقة الوجود الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ووجود غيره لا يشابه وجوده. وجود غير الله تعالى لا يشابه وجوده. ولهذا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح، لعله في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لهذا قال بعضهم فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، أي عدم في حقيقة أصله، موجود بمدد الله عز وجل له، وهذه هي وحدة الوجود. ولهذا لابد أن نتأمل في دلالات الكلمة، قد تستعمل في مكانها الصحيح وبدلالتها الصحيحة، وقد تستعمل بعكسها. ولهذا قال العلامة الشيخ سيدي عبد القادر عيسى رحمه الله في كتابه حقائق عن التصوف، قال إن الوجود نوعان، وجود قديم أزلي وهو واجب وهو الحق سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق أي ثابت الوجود المحقق، ووجود جائز عرضي ممكن وهو وجود من عاداه من المحدثات. وإن القول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد هو الحق سبحانه وتعالى يحتمل معنيين، يحتمل معنى صحيحا ويحتمل معنى كفريا، يحتمل معنى خاطئا. ولهذا فالقائلون بوحدة الوجود فريقان،
الفريق الأول أرادوا به اتحاد الحق بالخلق، وأنه لا شيء في هذا الوجود سوى الحق، وأن الكل هو، وأنه هو الكل، وأنه عين الأشياء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه إلى آخره. فهذا كفر وزندقة، وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنصارى ومن عبدة الأوثان. وقد شدد أهل الله وشدد الصوفية النكير على من قال ذلك، شدد الصوفية النكير على قائله، وأفتوا بكفره، وحذروا الناس من مجالسته ومن الاستماع إليه. هذا مقرر في كتبه. الفريق الثاني قالوا ببطلان وكفر ما ذكر من أن الخالق عين المخلوق، وإنما أرادوا بوحدة الوجود، أرادوا القديم الأزلي، أرادوا الحق سبحانه وتعالى، فهو لا شك واحد. الله سبحانه وتعالى منزه عن التعدد، ولم يقصدوا بكلامهم الوجود العرضي المتعدد، وأقصد الكون الحادث نظرا لأن وجوده مجازي، هو موجود من حيث المجاز لا من حيث الحقيقة. الله الذي أوجده وخلقه في الأصل هو عدم، لا يضر ولا ينفع، فالكون معدوم في نفسه، هالك فان في كل لحظة. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وإنما يظهره الإيجاد ويثبته الإمداد، والكائنة ثابتة، الكائنات ثابتة بإثباته، ممحوة بأحادية ذاته، وإنما يمسكه سر القيومية. نعم، فالله تعالى القيوم، سر القيومية فيه. وهؤلاء قسمان، قسم أخذ هذا الفهم بالاعتقاد وبالبرهان وبالحجة وبالدليل ثم بالذوق والعيان، أو بالعيان، وهو الذي أرجحه، بالعيان يعني بكسر العين، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك ما من مرة. وغلب عليه هؤلاء غلب عليهم الشهود، فاستغرقوا في بحار التوحيد، ثم بعد ذلك أفنوا أنفسهم، فلم يشاهدوا غير الله عز وجل مع استقامتهم على شرع الله. وهذا قول حق، وهذا صواب واستقامة. وقسم اعتقد أنه علم لفظي، فتوغل في تلاوة عبارته وفي التمسك بظواهر إشاراته، وغاب في شهودها عن شهود الحق، فربما هانت الشريعة في عينيه. نعم، قد يقع هذا لما يجده من لذة ومن حلاوة تلك الألفاظ، فيتسبب له ذلك أن يقع على أم رأسه، ويتكلم بما ظاهره أن الشريعة في جهة يختص بها أهل الغفلة، وأن الحقيقة في جهة أخرى يختص بها أهل العرفان. وهذا عين الزور والبهتان، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما ثم إلا شريعة، وما ثم إلا إحسان، مقام الإحسان. إذن قال الناظم رحمه الله: فصل فروض الغسل قصد يحتضر، وفي بعض النسخ بالفتح والذي أحفظه إنما بالضم: فصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتبعي الخفية مثل الركبتين، والإبطي والرفغ وبين الإليتين، وصل ما عسل بالمنديل، ونحوه كالحبل والتوكيل. إذن الفصل هو الحاجز بين الشيئين. فروض الغسل بفتح الغين وبضمها، والأول اختاره كثير من المحققين، واختار الإمام ابن مالك الثاني قائلا: ولا يجوز أن نضم ثانيه تبعا لأوله، وإن أريد به الماء ضم أوله، أو ما يغسل به كسر.
قاله الإمام التتائي. فإذا هو عكس، هو عكس ماذا؟ هو عكس الوضوء. ودل على وجوبه الكتاب وسنة الإجماع، فلا خلاف بين الأمة في وجوبه بشروطه، وله فرائض وسنن ومستحبات، له فرائض وسنن ومستحبات سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. بل قال الإمام الجزولي لا بد من معرفتها، فمن لم يعرفها لا نأخذ بشهادته ولا بإمامته، لأنه ربما فرط في فرض من فرائض الوضوء أو من فرائض الغسل فبطلت صلاته، لأن الطهارة من شروط الصلاة كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في عد هذه الفرائض، اختلفوا في عدها، والذي اختاره الناظم رحمه الله أنها 40. إذن ذكر رحمه الله تعالى النية وعبر عنها بالقصد، وقال يحتضر، قصد يحتضر أي يطلب، أي أن يطلب حضوره عند ابتداء الغسل، وأن ينوي إن كان الغسل واجبا رفع الحدث الأكبر، أو أن ينوي استباحة ما هو ممنوع منه من صلاة أو نحو ذلك، وإن نواه عند ابتداء إزالة الأداء كما هو المستحب أجزأه ذلك. سنفصل إن شاء الله تعالى وسنبين بعد هذا الإجمال. ذكر الفور كذلك، والفور هو الموالاة، الموالاة بين الأعضاء بحيث أن يفعل الغسل كله دفعة واحدة عضوا بعد عضو إلى أن ينتهي، أو ربما إذا أخر وكان التأخير يسيرا لا يضر، فتأخير يسير مغتفر. والكثير يقولون إن فعله عامدا ولا مضطرا فقد أبطل غسله، وكثير من العلماء يقولون إن فعله عامدا، إن فعل ذلك عامدا ولا مضطرا يعني قاصدا فقد أبطل غسله، وعليه أن يبتدئ من أوله. ثم ذكر الدلك لجميع البدن، أن يتدلك بيده، فإن لم تصل يده لبعض جسده جاز له أن يستعمل خرقة أو حبلا، أو أن يستعين بغيره ممن يجوز له ذلك كالزوجة مثلا وكالأمة قديمة. فإن كان المعجوز عنه غير ما بين السرة والركبة وكل لدلكه من شاء، وهذا معناه بقوله واصل لما عسر بالمنديل إلى آخره، إلى قوله والتوكيل، سنذكر إن شاء الله تعالى من خالف هذا من سادتنا المالكية. ثم ذكر تخليل الشعر، أكان كثيفا أو خفيفا، كان شعر لحيتين أو شعر رأسين إلى آخره. فإن كان مدفورا مشدودا بحيث لا يصل إليه الماء فلا بد من حله وإرخائه. ثم تكلم على أهمية متابعة الأجزاء الخفية من البدن، والتي تسمى عند فقهائنا بالمغابن، كمثل مثلا طي الركبتين، وكالإبط بين الإليتين، وما بين الفخذين. وقد أكد ونبه على هذه المواضع لكونها قد لا يصلها الماء، ويدخل فيها كذلك عمق السرة وما تحت الحلق إلى آخره كما سنبينه بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا مجمل كلام الناظم رحمه الله. الآن نفصل ما أجمله رحمه الله تعالى ونذكر الدليل على ذلك. العلماء يقولون الغسل بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به، ومنه ما جاء في حديث أمنا ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. قلت في الأول عائشة الذي يحضرني الآن الله تعالى وهو الصواب أنها ميمونة رضي الله عنها، أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة.
وفي رواية وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة، أي وضعت له ماء ليغتسل به من الجنابة. والحديث في الصحيحين، نعم، أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم أيضا. ويطلق أيضا على الفعل، ومنه ما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: تماروا. ما معنى تماروا؟ تجادلوا، تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. الحديث أيضا في الصحيحين: تماروا في الغسل، أي ما معنى تجادلوا في صفة الاغتسال. والغسل كما قلنا بفتح الغين، مصدر غسلا غسلا وغسلا، ويطلق على الفعل على الاغتسال، وهو سيلان الماء على الشيء مطلقا، كأن يقول المتكلم: غسلت الشيء، أي طهرته بالماء وأزلت وسخه. والغسل بكسر الغين كما قلنا اسم لما يغسل به من صابون وسدر ونحوه، ومنه الغسلين كما قلنا بزيادة الياء والنون، ولا طعام إلا من غسلين. إذن قالوا يعني يقصد القرآن العظيم لحوم أهل النار ويقصد دماءهم، نعوذ بالله. أما من حيث الشرع ومن حيث الاصطلاح، فمن التعاريف التي نختارها في هذه الحصة قال: هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد مع الدلك، عند سادتنا المالكية، بنية استباحة الصلاة. إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد مع الدلك بنية استباحة الصلاة، بمعنى أن الاغتسال في عرف الشرع عندهم أن نطهر جميع ظاهر الجسد وأن نعممه بالماء المطلق، ويحصل هذا بإفاضة الماء عليه مع الدلك وفق الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها بسنته، بنية رفع الجنابة أو الحدث الأكبر أو الطهارة من الحيض أو النفاس. وحكمه ماذا؟ واجب على كل مكلف، وكما سمعتم بالكتاب والسنة والإجماع، ما ثبت بالدليل لا نقول فيه واجب على مذهب الإمام مالك أو على مذهب الشافعي أو على غيرهما، فكل ما ثبت بالدليل ينسب للإله والرسول. فإذا هو واجب على كل مكلف، وهو البالغ العاقل ذكرا كان أو أنثى، عند حدوث سبب من أسبابه، عند حدوث سبب من أسبابه ومن موجباته. فالدليل على ذلك هو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالله تعالى يقول في شأن الجنوب: وإن كنتم جنوبا فطهروا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وأمر بذلك، من ذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم، نعم، جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء، والحديث في الصحيحين، أي إذا وجدت المنية، هذا هو المقصود. أما الإجماع فالمسلمون متفقون على مشروعيته وعلى وجوبه عند حصول أحد الموجبات من الجنابة والحيض والنفاس. وقد أشرت في البداية إلى الحكمة من مشروعية الغسل، فالله تعالى جل جلاله شرعه لحكم جليلة وكثيرة ومتنوعة لا يمكننا أن نذكرها كلها،
أو أن نحيط بها، لا يمكننا أن نحيط بها. لذلك أولا الاستعداد لأداء العبادة ظاهرا وباطنا ولمناجاة الله تعالى بما يليق بمقامه وعظمته وجلاله وكماله، والوقوف بين يديه عز وجل في أحسن هيئة وأكمل طهارة. ثانيا نيل محبة الله، نيل رضاه، فالله تعالى يقول في كتابه العزيز: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله تعالى يحب التوابين الذين يتوبون من الذنوب والمعاصي، ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس. ثالثا السمو بالنفس إلى عالم الملائكة المطهرين، والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نطهر هذه القلوب. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا دائما بقضية الملأ الأعلى ويضرب الأمثلة بالملائكة في كثير من الأحاديث، سنذكر ذلك إن شاء الله عند كتاب الصلاة. فإذا يريد منا أن نقتدي بهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لا يمكن الإنسان أن يكون كالملائكة، ولكن المقصود يعني أقصد التشبه بهم في طاعة الله عز وجل، وأن يتطهر المؤمن ظاهرا وباطنا. إذن السمو بالنفس إلى عالم الملائكة المطهرين، فتزكو روح المتطهر ويزداد إيمانه وتطمئن نفوس وتطمئن نفسه. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: الطهور شطر الإيمان. والحديث رواه الإمام مسلم كما سمعتم في صحيحه من طريق أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. كذلك من هذه الحكم مضاعفة الأجر والثواب ومحو الذنوب والخطايا. فالاغتسال والغسل طهارة كبرى، وهو يشتمل على الوضوء، فيحصل للمغتسل ما يحصل للمتوضئ من الثواب والمغفرة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم المتطهرة، وقد ذكرتها في فضائل الوضوء كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في الصحيح من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. من حكمه أيضا إظهار الخضوع وإظهار الطاعة لله عز وجل، ففي الغسل دليل واضح على إيمان العبد وعلى تقواه وعلى امتثاله لأمر سيده ومولاه، حيث يحتمل ظاهرة، وإنما يجد المؤمن لذتان في امتثاله لأمر الله عز وجل، ولكن حيث الظاهر يجد مشقة في القيام بذلك، حيث يقوم باكرا إن كان جنوبا من أجل الاغتسال، هو ربما كان الجو باردا. فالمؤمن يستحضر عظمة الله وأنه يطيع الله عز وجل، في حين ينعم آخرون بلذة النوم وبمتعة الدفء في الظاهر كما قلنا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. تشويق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. من حكمه أيضا إعداد القوة للجسد والشعور بالحيوية وبالنشاط بلغة العصر كما نقول، لأن التعب والفطور يسري في أجزاء الجسد بعد الجماع خاصة، فشرع الغسل ليعيد إليه النشاط، وهذا قرره الأطباء. تنظيف كذلك ظاهر الجسد من الأوساخ والغبار ومن النجاسات، فيدفع ذلك أن يتخلص من الأمراض وأن يزيل الروائح الكريهة وأن يزيل الجراثيم التي
تعلق بالإنسان في جسده أو بجسده. كذلك تنشيط حركة الدم كما قال الأطباء، نبهت إلى هذا ربما سابقا لا أذكرها في فضائل الوضوء في سننه، وذكرنا كلام الأطباء في هذا الباب. فإذا الغسل يقوم بتنشيط حركة الدم في الشعيرات الموجودة على الجلد، لأن المغتسل يقوم بدلك جسده أثناء غسله، وذلك يسهل له عملية سير الدم ويسهل وصوله إلى كل أطراف الجسم. كذلك من هذه الحكم تنشيط الغدد الصماء مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويساعد كذلك على تنشيط الضغط الشرياني. والغسل ينقسم من حيث الحكم إلى أربعة أنواع، وهذا سيذكره الناظم رحمه الله في محله، نذكر ذلك على وجه الاختصار. هناك الغسل الواجب عند حدوث موجب من موجباته كالجنابة والطهارة من الحيض والطهارة من النفاس إلى آخر، وكالدخول في الإسلام عند بعضهم. فإذا الجنابة والطهارة من الحيض والطهارة من النفاس واجبة بإجماع الأمة. أما الدخول في الإسلام وتغسيل الميت فهناك من قال بأنهما واجبان على المشهور، وهناك من قال بغير ذلك. نعم. والنوع الثاني الغسل المسنون، فيسن الغسل في موضعين، عند الإحرام بالحج أو بالعمرة، يسن الغسل لمن أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات إن كان آفاقيا، وبمكة إن كان مجاورا، ولو كان المحرم حائضا أو نفسا بالنسبة للمرأة. وسنة الاغتسال تحصل بشرط الاتصال بالإحرام، فمن تأخر عن الإحرام كثيرا أعاده، كما سنفصل إن شاء الله تعالى لما نصل إلى كتاب الحج لا حرم الله تعالى منه. ففي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث حسن بإذن الله من حيث السند. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. كذلك في الموضع الثاني يسن الاغتسال في يوم الجمعة لكل مصلٍ، ولو لم تلزمه صلاة الجمعة كالمرأة والصبي والمسافر، من باب السنية ليس من باب الوجوب، لحديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي رواية لمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة، وهو في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والأمر في هذين الحديثين محمول على السنية، والذي صرفه عن الوجوب، وهذا سنبحثه وسنتدارسه إن شاء الله تعالى في كتاب الجمعة، الذي صرفه عن الوجوب حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث حسن. وما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرونه واجبا. ثم النوع الآخر الغسل المستحب، ويستحب أن يكون في يوم عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ولا يشترطون اتصاله بالرواح إلى المصلى، قالوا لأنه شرع لليوم لا للصلاة. وقال علماؤنا ويدخل وقته بالسدس الأخير من الليل، ويندب أن يكون بعد صلاة الصبح، وإن تركه حتى صلى صلاة العيد أتى به ما لم تغرب الشمس. وفي موطأ الإمام مالك من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. وكذلك يستحب لمن قصد مكة،
وكذلك يستحب عند الوقوف بعرفة، يستحب الغسل للوقوف بعرفة ولو الحائض والنفساء. ففي حديث نافع أن عبد الله، أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. والحديث أخرجه الإمام مالك رضي الله عنه في موطئه بسند صحيح. وسأل رجل سيدنا علي رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الغسل الذي هو الغسل؟ قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وهذا أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده، ومن طريقه البيهقي رحمه الله بسند صحيح. وكذلك يستحب، والمسألة فيها خلاف، الغسل بعد تغسيل الميت، لحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والأمر هنا محمول على الندب بإذن الله تعالى، لحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث حسنه بعض علمائنا، فقد أخرجه الإمام الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهناك من صحح وقفه. على كل حال، لما نصل بإذن الله تعالى إلى هذه المباحث سنفصل ونذكر السند ونذكر ما فيه من جرح وتعديل كعادتنا في هذا الشرح. كذلك من هذه المواطن التي يستحب فيها الغسل بعد انقطاع دم الاستحاضة، بعد انقطاع دم الاستحاضة، نتكلم عن الحيض، فيستحب للمستحاضة إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل لتنظيف بدنها وإزالة النجاسة عنها. والغسل هنا غير واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها: إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا غير واجب. كذلك يستحب لمن أسلم ولم يحصل له موجب الغسل، يستحب لمن أسلم، لمن دخل في دين الله عز وجل ولم يتقدم له موجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، أن يغتسل، لأن وجوب اغتسال الكافر بعد إسلامه للجنابة أو الحيض أو النفاس، وهذا لم يحصل له ذلك. الموضع السابع يستحب للصبي المأمور بالصلاة، نعم، إن واطئ امرأتان مطيقتان للجماع أن يغتسل، نعم، وهذا قد يقع، نحن يعني نبحث عن حكم الله تعالى، لأن الواجب في حقه مستحبون. وهناك نوع آخر، الغسل الجائز أو الغسل الجائز، يعني أقصد المباح الذي لا يتعلق بفعل شرعي من صلاة أو طواف أو ذكر أو حضور جمعة، وهذا النوع لا تصح به العبادة. لماذا؟ لأنه مفتقر للنية كالاغتسال وكالغسل للتنظيف وإزالة الأوساخ والروائح الكريهة من الجسد، وكالغسل التبرد في زمن الحر، وكالغسل مثلا للتداوي، مثلا كالاغتسال في الحمامات المعدنية مثلا. وهذه الاغتسالات تجوز ولو كان المغتسل صائما في نهار رمضان، وإن ترك ذلك أفضل، إن خاف على نفسه أو كان محرما بالحج أو بالعمرة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك والإمام مسلم أيضا، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. وفي حديث سيدنا عبد الله بن حنين أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، جبل بين مكة والمدينة، فقال سيدنا عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور:
ابن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث في الصحيحين. إذن فرائد الغسل: أولا النية، قصد يحتضر، وحقيقة النية القصد، القصد إلى الشيء والعزم عليه، ومحلها القلب ولا علاقة لها باللسان. أما حكمتها فهي تميز ما بين العادات والعبادات، حكمتها تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، ووقتها عند أول مفعول، ابتدأ أكرمكم الله بفرجه أو بغيره، ولا يضر إن تقدمت بوقت يسير. كيفية ذلك؟ أن ينوي المغتسل أحد الأمور الآتية، الآتية فيها كلام من حيث اللغة، على كل حجر لسان ما على ذلك، أن ينوي أداء فرض الغسل، أن ينوي رفع الحدث الأكبر، أن ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر كالصلاة، أن ينوي رفع الجنابة، أن ينوي مثلا الطهارة من الحيض أو النفاس. دليل وجوبها ظاهر في قوله تعالى: حتى تغتسلوا. ووجه الاستدلال من الآية أن القيام بفعل الاغتسال يقتضي النية، إذ لا يتصور أن نفعل فعلا بغير قصد. وكذلك في عموم قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجه الاستدلال منه أن الغسل عمل من الأعمال، إنما الأعمال، فإذا هو عمل من الأعمال، فإذا العمل لا يكون جائزا إلا بالنية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: حتى تغتسلوا. اغتسل اكتسب، اكتسب هذا الاغتسال، اكتسب الغسل، ولا يكون مكتسبا للفعل إلا إذا قصده. ولهذا قال أهل العلم: لا بد من نية صادقة ومن نية فارقة، لا بد من نية صادقة، العمل لا يكون قبولا بدون إخلاص لله تعالى، ولا بد من نية فارقة التي تميز العادة من العبادة. إذن لا بد من القصد الصادق ولا بد من القصد الفارق حتى تقبل العبادة، لا بد من قصد صادق لتقبل العبادة، ومن قصد فارق حتى يقع التميز. وهنا مسألة تتعلق بالنية: ما حكم الجمع بين نية الجنابة والجمعة في غسل واحد؟ ما حكم الجمع بين نية الجنابة والجمعة في غسل واحد؟ مثلا أراد أحدنا أن يغتسل مثلا من أجل جنابة، مثلا جامع زوجته بالليل ووافق ذلك الجمعة، قالوا: يجوز للمغتسل أن ينوي باغتسال هذا رفع الجنابة، وأن ينوي كذلك سنية الجمعة أو العيد أو الإحرام، أن ينوي غسل الجمعة أو العيد أو الإحرام، ويحصل له الثواب عن كل ما نوى، ولا يضره أن يقدم نية الغسل المسنون أو المستحب عن نية الواجب، هكذا قال. والدليل على إجزاء نية الغسلين في غسل واحد قوله صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى الغسلين فله ما نوى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح، ونحن نستدل بالبيان لا بالترك،
في حديث صحيح أو ضعيف أنه كان يغتسل يوم الجمعة مرتين، يغتسل الجنابة ويغتسل الجمعة، ولم يأمر بذلك أحد من أزواجه أو من أصحابه رضي الله عنهم، وهذا مما تعم به البلوى، فلا يمكن أن لا يقع يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يأمر به أحدا، فدل سكوته على العفو والإجزاء. أما إذا نوى غسل الجمعة وحده ونسي الجنابة، أو نوت المرأة غسل العيد ونسيت نية الغسل من الحيض، قالوا هذا لا يجزئ عنهما ذلك، لا يجزئ، لأن غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب، ولأن الغسل المسنون أو المستحب لا ينوب عن الواجب، كما لا يجزئ غسل جنابة أو الحيض عن غسل الجمعة إذا لم ينوي لهما جميعا ولو اغتسل عند الرواح إلى المسجد. وهناك مسألة ثانية عن حكم المرأة تغتسل من الجنابة ومن الحيض أو النفاس غسلا واحدا. المشهور عندهم أن المرأة إذا كان عليها حدثان جاز لها أن تغتسلهم أن تغتسل لهما مرة واحدة، أن تغتسلهما أن تغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تنويهما معا، أو أن تنوي أحدهما دون الآخر، كأن تنوي بغسلها الطهارة، كأن تنوي مثلا الطهارة من الحيض أو من الجنابة أو النفاس والجنابة، أو أن تنوي أحدهما فقط. ودليله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أزواجه أو بناته أو نساء المؤمنين إن كنا جنوبا وقد تطهرنا من الحيض أو النفاس بأن يغتسلنا مرتين، أن يغتسلن للجنابة والحيض للمرة الثانية، كما لم يثبت عن إحداهن أنهن فعلن ذلك، وهذا مما تعم به البلوى ولا يخفى أمره على أحد، فدل ذلك على الإجزاء وعلى الصحة. إذن من فرائض الغسل النية، فينوي المغتسل إن كان الغسل واجبا ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي استباحة الممنوع الذي منعه من أداء الفرض كما تقدم في الوضوء. ومحل النية عند الشروع في الغسل، عند الشروع في الغسل أو الغسل على كل حال على الخلاف الذي وقع بين علمائنا في هذا الباب، هذا محلها في الزمان. أما محلها في المكان كما قلنا فهو القلب، وهي إما أن تكون عند إزالته الخبث أو البدء في الاغتسال، والحال أن النية للغسل يأتي بها عند إزالة الأذى أو بعده، كما ذكر ذلك الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير. أما معنى الموالاة في الشرع فهي عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. أما إذا وقع التفريق اليسير فلا يضر، ومنهم من يعبر عنه كما قلنا بالفور، والعبارة الأولى كما قال ابن عبد السلام العبارة الأولى أشد لكونها تقتضي الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض للعضو الأول، بخلاف الفور الذي يقتضي وجوب تقديم الوضوء في أول الوقت. يمكن أن ترجعوا إلى مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الشيخ خليل رحمه الله تعالى. إذن الفور أو الموالاة من باب أولى أن يأتي أفعال الغسل متتالية في زمان متصل، أي من غير تفريق بفاصل زمني طويل. أما التفريق اليسير فهذا مختفر ولو كان عمدا. قالوا الموالاة واجبة بشرطين: أولا بقدرة، فلو فرق مختارا من غير ضرورة وطال الزمن أعاده من جديد، وإن فرقه عاجزا كأن لم يكفيه الماء مثلا فاشتغل بإحضاره أو انتظر حضوره أتم غسله ولا يستأنفه من جديد ولو طال الزمن، عند كثير من أهل العلم ما لم يكن
مفرطا في أسباب العجز وإلا أعاده من أوله إن طال الوقت. ثانيا الذكر، فمن تركه عمدا دون نسيان وطال الزمن بطل غسله ما لم يكن عاجزا كما تقدم. أما الناسي فإنه يبني على ما فعل بنية جديدة، طال التفريق أم لا، والطول والقصر مقدران كما رأينا في الوضوء بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدين، وقال بعضهم يقدران بالعرف. والدليل على وجوب الموالاة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، كان يوالي غسله من غير تفريق، إذ كل ما نقل من روى ومن نقل إلينا صفة غسله صلى الله عليه وسلم نقله متواليا، فدل فعله ذلك على الوجوب. وأيضا قياس على ما ورد في شأن الوضوء كما رأينا في الوضوء، حيث أمر صلى الله عليه وسلم تارك الموالاة، أمره بإعادة الوضوء والصلاة. ودليل اشتراط القدرة والذكر هذا مأخوذ من الأخبار الواردة في شأن تارك الموالاة، فإنها تناولت المفرط في الموالاة في الفور. أما العاجز والناسي فيعذران، لأن العجز والنسيان عذران معتبران في الشرع، لقوله تعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء، فقال فقال يغسل ذلك المكان ثم يصلي. والحديث أخرجه الإمام الطبراني في الكبير والبيهقي، والإمام الهيثمي في مجمع الزوائد قال رجالهم موثوقون. كذلك من فرائض الغسل على ما ذكره الناظم رحمه الله الدلك، وهو إمرار اليد على البدن حين صب الماء، عند صب الماء، قد جاء في حديث ميمونة الذي ذكرنا ويتصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل سائر جسده، ولا يكون الغسل إلا بدلك، لا يمكن أن يكون من غير دلك، لأن العرب فرقت بين الغسل بالماء وبين الغمس في الماء، فالغسل يستلزم الدلك بخلاف الانغماس في الماء. ولم يفرض الله عز وجل في غسل الجنوب أن ينغمس في الماء، وإنما فرض الغسل، قال ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسله، فيدلك المغتسل ما وصلت إليه يده من جسده وما لم تصل إليه يده من ظهره وكتفه وكتفيه مثلا، إن كان بدينا عليه أن يكثر من صب الماء عليه حتى يتحقق من تعميمه بماء وحتى يتحقق من وصوله على رأيه. أما الناظم رحمه الله فقد ذكر ما ذكره بعض العلماء أن ينيب من يجيز أن يطلع على بدنه، ولهذا من فرائض الغسل عندهم الدلك، الدلك لجميع البدن، فإن لم تصل يد المغتسل لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل. وهناك من اعتبر هذا من التشدد، على كل حال هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو استناب غيره على ذلك. قالوا الدليل على ذلك على وجوب الدلك هو اللغة، فلا فرق بين الإسالة والمسح من جهة وبين الغسل من جهة أخرى إلا الدلك، فإذا الدلك هو الذي يميز لنا بين الإسالة والمسح وبين الغسل، ولا غسل إلا بالدلك. نعم، هذه من الأدلة التي استدل بها علماؤنا سادتنا المالكية، استدلوا باللغة. إذن الدلك باختصار إمرار اليد أو إمرار غير اليد على جميع ظاهر الجسد مع صب الماء أو بعده قبل أن يجف الماء، فإن عجز عن الدلك إما أن يكتفي بصب الماء حتى يعم به سائر الجسد، أو أن يستعمل خرقتان أو حبلا كما ذكر الناظم رحمه الله.
الإمام سحنون قال إن عجز عن الدلك بيده كأن لم تصل يده إلى بعض جسده دلكه بخرقة أو حبل أو أن يوكل أحدا يفعل ذلك. وهذا القول هو الذي مشى عليه الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره وعليه الناظم رحمه الله، واستظهره في توضيحه، ورجحه الإمام العدوي في حاشيته على أبي الحسن. أما ابن حبيب فقال إن من عجز عن الدلك بيده سقط عنه واكتفى بصب الماء، قال هذا من اليسر، لأن من قال بذلك اعتبروه من المشقة، والشريعة جاءت لرفع المشقة. قال ولا يدلك بخرقة أو بحبل ولا يستنيب أحدا. وهذا القول أيضا ارتضاه واختاره ابن القصار وابن رشدي وابن عرفة وفيما كذلك القرافي، واختاره الإمام الدرذير واختاره غيره. والإمام ابن القصار رحمه الله ذكر حجة قوية، وهذا لا يضر، هذه من الأمور الخلافية الفرعية، لا تضر بين البدعة والسنة كما يقول البعض، لا، كل له مدرك في توجيه النص وفي فهم النص وفي استنباطه. قال ابن القصار يسقط كما سقط، يعني ويتكلم عن الدلك كما سقط فرض القراءة عن الأخرس، يسقط الدلك عن المكان الذي لم يستطع الإنسان أن يصل إليه. قال كما سقط فرض القراءة عن الأخرس، ولأنه لم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ خرقة ونحوها، فلو كان واجبا لشاع من فعله، هكذا يقول ابن القصار رحمه الله. ثم إن الأئمة اختلفوا في حكم الدلك على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه واجب لنفسه، وهذا هو المشهور الذي رواه ابن القاسم عن إمامنا مالك رضي الله عنه، واجب لنفسه، بل ذكروا أنه لو انغمس الإنسان في نهر غماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم خرج، قال الإمام مالك فيما يروى عنه لا يجزئه ذلك إلا أن يتدلك. الثاني أنه واجب لأجل إيصال الماء إلى البشرة لا لنفسه، فإذا تحقق من وصول الماء إلى جميع ظاهر الجسد كأن ينغمس في الماء مثلا، أو أن يستحم مثلا تحت، مثلا يأتي تحت يعني الماء أجزأه، وهذا يروى كذلك عن الإمام مالك، واختاره كذلك الإمام الجوري رحمه الله لقوة حجته. وهناك قول ثالث أنه سنة مستحبة وليس واجبة، هذا قول من الأقوال، نعم، ويروى عن ابن عبد الحكم، نعم، وفيه رواية والله أعلم بصحتها عن الإمام مالك، قال مروان بن محمد سألت مالك بن أنس عن رجل غمس في ماء وهو نجنوب ولم يتوضأ وصلى، قال ماضت صلاته. وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وهذا جاء على خلاف المشهور. فهذه الرواية يقول ابن عبد البر رحمه الله فيها لم يتدلك ولا توضأ، وقد أجزأه ذلك عند الإمام مالك رضي الله عنه كما قال في التمهيد. وسبب اختلافهم، وهذه أقوال ضعيفة في المذهب، ذكرناها من باب الإحاطة بالأقوال، سبب اختلافهم في هذا الحكم يرجع إلى اختلافهم في تفسير ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ميمونة، في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما في وصف إيمان لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت ثم أفاض على جسده، فهل الإفاضة بمعنى صب الماء وبإرسال على الجسد من غير دلك، أم أنها إرسال الماء مع إمرار اليد على الجسم؟ والمشهور أن الإفاضة لا تخلو من الدلك، بدليل ما جاء في قوله تعالى في آية الطهارة حتى تغتسلوا، وتقول وفي قول ميمونة رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده، وفي قول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسله. والغسل عند العرب
له معنى معروف وهو إمرار اليد مع الماء على المحل المغسول أو بعرك بعضه ببعض مع الماء. ولهذا فرقوا بين قولهم غسلت الشيء وبين قولهم غمسته في الماء أو صببته عليه. ويشهد لهذا المعنى ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ولم يغسله. حديث في الصحيحين معروف في البخاري ومسلم. فأفاد الحديث أن مجرد صب الماء على الشيء من غير دلك لا يسمى غسلا. رابع الفرائض التي ذكرها الناظم رحمه الله تخليل الشعر كثيفا كان أو خفيفا، كان شعر لحية أو رأس أو غيرهما، كان مضفورا أي على شكل ظفيرة أم لا، ما لم يكن ظفره مشدودا بحيث لا يدخل الماء فلا بد من حله ومن إرخائه كما كانت العادة عند العرب. نعم، وتجب المحافظة على دلك ما خفي من البدن. هذا أكمل ذلك الناظم رحمه الله تعالى. إذن تخليل الشعر كيفما كان، ولهذا في حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرات من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال سيدنا علي: فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. وقيل أن الصواب أنه موقوف على سيدنا علي. على كل حال لم أحرر المسألة جيدا، لم أجد الوقت في تتبع هذه الرواية، فلهذا اكتفيت بما ذكره الحافظ رحمه الله في التلخيص. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. والحديث في صحيح مسلم. فيجب إذن تخليل شعر سائر الجسد سواء كان كثيفا أو خفيفا، وإن كان شعر الرأس مربوطا أو مضفورا وجب عركه باليدين وضفه باليدين حتى يصل إليه الماء، إلا أن يكون مربوطا بخيوط كثيرة تمنع من وصول الماء. نعم، فهذا يجب حله أو يجب حلها هذه الخيوط. وكذلك سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في موطأ الإمام مالك أنه بلغه عنها أنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: لتحفن، بكسر الفاء، لتحفن على رأسها ثلاث حفنات. حفنات هكذا بفتح الفاء كسجدات وسجدات، ثلاث حفنات من الماء، ولتضغط رأسها بيديها. وقد أنكرت على سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص عندما أمر النساء أن ينقضن رؤوسهن في الغسل، وقالت: ما كنت أزيد على أن أغرف على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. ثم قال الناظم رحمه الله: فتابعي الخفية مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الأليتين، بمعنى يجب متابعة المغابن والمواطن التي قد ينبو عنها الماء. ولهذا الناظم رحمه الله صدر البيت بالفاء: فتابعي، كما جاء عن الشيخ ميارة رحمه الله تعالى معللا ذلك بقوله: على حذف مضاف، على طي الركبتين. وكذلك في قوله: والإبط، أي تحت الإبط، لأنه قال: فتابعي الخفية مثل طي الركبتين، هذا المقصود. والإبط أي تحت الإبط، والرفغي، الرفغ هو أصل الفخذ من المقدم، وبين الأليتين هو الشق الذي بين الفخذين يعني من وراء، وهو منتهى سلسلة الظهر. ونبه رحمه الله تعالى على هذه المواضع وعلى هذه المواطن بالخصوص، وإن كانت تدخل في وجوب غسل جميع البدن
إلا أنها مغابن ينبع عنها الماء ويغفل عنها، فاعتنى بذكرها كي نحافظ عليها ونعتني بشأنها. نعم. ويقول رحمه الله كذلك قال فتابعي الخفية مثل الركبتين، يدخل في قوله مثل الركبتين يدخل أسافل الرجلين ما يلي الأرض من القدم، ويدخل عنق السرة إلى آخره. يمكن أن ترجعوا إلى ما قرره الشيخ ميارة في شرحه الكبير وفي شرحه الصغير. وهناك من زاد فردا خامسا وذكر تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء، وهذا مما اجمعت عليه الأمة. نعم. وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وفي قوله تعالى حتى تغتسلوا، فأوجب الله سبحانه وتعالى غسل الجسد وأوجب تعميمه بالماء. نعم. وبين كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بفعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها ثم أفاض على سائر جسده، وفي رواية أخرى ثم يفيض على جلده كله. نعم. هذا رأيناه يعني فيما سبق. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وفي رواية فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. أما تعهد المغابن التي تكون في الجسد كالشقوق وتحت الإبطين وعنق السرة وما جاء في ذلك وما بين الإليتين وكذلك في باطن الركبتين وتحت الرجلين، فلأن هذه من المواطن والمغابن التي لا يصل إليها الماء مما ينبع عنها الماء ومما يقع فيه الغفلة أو تقع فيه الغفلة عند كثير من الناس، وهي من ظاهر الجسد الذي ينبغي أن يغسل. والقاعدة عندهم وما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به وكان في مقدور المكلف فهو واجب. واستدلوا كذلك بفعل سيدنا عبد الله بن عمر، وهذا من الاحتياط ليس من يعني من التشدد، من الاحتياط في حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل أصبعه في سرته، عند باحتياط فقط، فقط. والإمام مالك رضي الله عنه قال ليس العمل على حديث ابن عمر في عينيه، أي لم يقع الاتفاق ولم يفعل هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمل أهل المدينة. ثم ينتقل المصنف رحمه الله والناظم سيدي عبد الرحمن عاشر إلى سنن الغسل، وهذا نتركه بإذن الله تعالى إلى الحصة المقبلة. والله تعالى يقول الحق وهدي السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. Thank you.